لإعادة البسمة والتفاؤل والأمل إلى وجوه النازحين الذين ينتظرون بفارغ الصبر رجوعهم إلى الديار التي نزحوا منها هرباً من القتل والبطش والدمار، أقامت منظمات المجتمع المدني مأدبة إفطار للنازحين في محافظة صلاح الدين. ناشطون ألقوا باللوم على الحكومة المركزية وحكومة صلاح الدين، مشيرين إلى أنهما لم تبادرا بأي تحرك يعطي بريقة أمل للنازحين بالعودة إلى مدنهم المحررة التي تعاني من الدمار والنقص الكامل في الخدمات. عجز الحكومة المركزية والمحلية على إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة منذ سنوات، هذا دليل على حرص منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين على حقيقة الأداء الإنساني. اليوم احنا كمنظمات مجتمع مدني واعتادينا منذ سنوات في أيام رمضان انه احنا نفطر مع النازحين مع أهلنا من أجل الإنسانية ومن أجل إعادة روح الفرحة لهؤلاء العوائل اللي هم حقيقة ناس أعزاء، ولكن للأسف الشديد ما دار هو من معارك، من أعمال إرهابية، يعني انذلوا خلال هاي الفترة للأسف الشديد. أقيمت مأدبة الإفطار على شرفهم في إحدى المخيمات الموجودة في مدينة سامراء. معروف للجميع أن منظمات المجتمع المدني دورها إنساني، نحن كمنظمات إغاثية، منظمات إنسانية، اجتمعنا اليوم بدعوة من مؤسسة البحتري مشكورة لفرحة أطفال هؤلاء النازحين وعوائلهم من خلال هاي المأدبة، اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون آخر رمضان لهم في فترة النزوح. إحدى النسوة النازحات في المخيم قالت إنها منذ 4 سنوات وهي تأمل بالعودة إلى مدينتها المحررة، لكن الدمار والخدمات يمنعها من ذلك، متسائلة عن دور الحكومة في دعم النازحين الذين يعانون نقصا في كل شيء. وين الحالة الحكومة؟ الحكومة وينها؟ قبلها والبعدها وينها؟ وينها؟ احنا نريد نشوف الحكومة قبلها والبعدها، قبلها ما فادتنا شيء والبعدها قبلها ما فادتنا شيء، يعني شلون احنا يعني نظل بهذا الحال؟ لا اي، وين الدعم النازحين؟ صار لنا 4 سنين لا رمضان ولا غير رمضان ولا هذا، جوباعوا علينا ليش؟ احنا مو بشر؟ احنا نطالب ونناشدهم لا مجلس محافظة علينا ولا مجلس بلدي ولا قيم مقام ولا اي واحد ما اعترف بينا، ليش احنا مو بشر؟ سبب رجوعنا ما عدنا احنا بيوتنا فجروا، احنا لو مخلينا ببيوتنا احنا مو بحالهم، هم بحالنا واحنا مو بحالهم. النازحون اعربوا عن سعادتهم بما يقدمه لهم اهالي قضاء سامراء والمنظمات المدنيه التي تساعد تلك العائلات النازحه، منتقدين الدور الحكومي. ويذكر ان اكثر من 10,000 عائله نازحه ما تزال تقيم في قضاء سامراء.